لحضراتكم، لكن خلينا برضو من خلال دكتور طارق الأدور ووجوده معانا دائما، ومن خلال الأرقام ومن خلال المعلومات القيمة اللي بيقدمها لنا، نشوف ايه الجديد اللي ممكن يكون من خلال القرعة غدا ممكن يحصل ان شاء الله. دكتور طارق مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك يا كابتن فاروق، واهلا بكل مشاهديك الكرام. ربنا يخليك يا دكتور. يعني بكره هتكون قرعه قويه اكيد، الانديه المتواجده يعني سواء بقى بالتصنيفات اللي يمكن انا سردتها دلوقتي يا دكتور، حضرتك حابب تسردها مره اخرى، لكن انديه قويه بتشارك في دور ال 16 يعني كالعاده. دوري ابطال افريقيا دوري قوي او بطوله قويه بنسعد بيها كلنا يعني. هو الحقيقه دوري ابطال افريقيا السنه دي يعتبر من اقوى البطولات في تاريخ البطوله، لدرجه ان يعني كنا بنتكلم على ان من الدور الاول للبطوله كان عدد الالقاب حتى الان انتهت 53 مسابقه لدوري الابطال من اول سنه 64 وحتى الان، فكان ابطال 39 مسابقه موجودين في اللقب هذه البطوله. يعني تخيل بقى ابطال تلتين المسابقات او اكتر كمان من التلتين متواجدين في هذه البطوله، ده معناه يعبر بقوه جدا عن طبعا عن ان البطوله السنه دي فيها منافسه قويه جدا. وكمان قرعه المجموعات بكره من الوارد جدا انها تحط مجموعات ناريه جدا، المجموعات دي هتبقى من اقوى المجموعات اللي في تاريخ يمكن مجموعات دوري الابطال من اول ما بدا عمل النظام المجموعات من دور الثمانيه في عام 97 وحتى الان، ممكن تبقى مجموعات ناريه في سواء في العدد الألقاب اللي خدوها أو في النجوم اللي بيحشدها الفرق دي دلوقتي. حقيقة كابتن فاروق المستوى الأول في طبعا الأهلي والوداد والترجي والرجاء، يعني الأهلي طبعا في المصنف الأول والترجي في التصنيف الثاني، الوداد الثالث والرجاء الرابع بعدد النقاط. في ناس كتير بتقول إيه طب إزاي الزمالك في المستوى الثاني وبتسأل، هي الموضوع بحسبة بسيطة انك انت بتاخد الـ 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 النقاط عن كل سنة من السنوات الخمسة الأخيرة. تمام. ايه السنوات الخمسة الأخيرة؟ 2017 2018 2019 2020 2021. بتاخد السنوات دي وتبتدي تحسب النقاط اللي خد في اللي خدها الفريق في كل سنة. تمام. بس آخر سنة اللي هي 2021 دي تتضرب في خمسة. نضرب مثال بسيط، الأهلي خد دوري الأبطال في العام الأخير. دوري الأبطال بنظامه الجديد في المجموعات من دور 16 بقت عدد نقاطه 6 نقاط. تمام. كانت في دوري الأبطال اللي هو كان بمجموعتين بس في دور الثمانية قبل كده بخمس نقاط، لكن زادت إلى 6 نقاط بعد ما بقى دوري المجموعات من دور 16 بأربع مجموعات. فالست نقاط دول عشان هما في آخر سنة يتضربوا في خمسة. تمام. فالأهلي يبقى السنة الأخيرة بس اللي هي 2021 جايب 30 نقطة. نرجع السنه اللي قبلها الاهلي خد اللقب برضه بست نقاط، بس الست نقاط دول عشان السنه اللي قبلها يتضربوا بفاكتور اقل شويه اللي هو 4، يبقى 6 في 4 ب 24. يعني الاهلي عنده في نقاط السنتين الاخرين بس 30 نقطه السنه الاخيره و24 نقطه السنه اللي فاتت. طب نمسك الزمالك، ليه الزمالك تصنيفه جه في التصنيف الثاني؟ اخر سنه دي الزمالك كان ثاني في دوري المجموعات اللي هو طبعا كان ثالث في دوري المجموعات لانه لم يتاهل لدور الثمانيه، فكان ثالث. الثالث في دوري المجموعات ده بياخد نقطتين. فلما يتضربوا للزمالك في اخر سنه بس في اثنين في خمسه، اثنين في خمسه عشر. يبقى ب 10 نقاط. يعني الزمالك خد في اخر سنه 10 نقاط، السنه اللي قبلها الزمالك وصل فاينل. صحيح. فاللي بيوصل فاينل بياخد خمس نقاط، تتضرب في اربعه يبقى ب 20، يبقى الزمالك خد وهكذا. فبمجموع النقاط ديت الزمالك طبعا جفت، الاهلي جفت التصنيف الاول ب 78 نقطه، الزمالك جفت التصنيف الثاني ب 45 نقطه، وسابقينه طبعا انديه الترجي والوداد والرجاء. فممكن تبقى مجموعات بكره اللي هيحصل بالظبط المستوى الاول زي ما قلت لك، الاهلي والترجي والوداد والرجاء فريقي المغرب، المستوى الثاني الزمالك وماميلودي سان داونز والنجم الساحلي وحوريه الغيني، المستوى الثالث الهلال السوداني ووفاق سطيف الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري ايضا وبيترو اتلتيكو الانجولي، المستوى الرابع والاخير المريخ السوداني، امازولو الجنوب افريقي وسجرادا الانجولي وجالاكسي اللي هو فريق البوتسواني. ممكن تيجي للاهلي والزمالك مجموعه تبقى مجموعه ناريه بكره. انا من وجهه نظري اصعب مجموعه ان الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض في مجموعه واحده. صحيح صحيح. ده هيوفر
سفريه على الفريقين، لان طبعا انت عارف انت بتسافر في المجموعه ثلاث اماكن للثلاث انديه المنافسه، وبتلعب على ملعبك ثلاث مباريات. صحيح صحيح. فانت لو الاهلي والزمالك وقعوا مع بعض، الحاجه الايجابيه الوحيده ان هم هيوفروا فلوس مرتين، هيوفروا سفريه. يعني هيلعبوا مع بعض المباراتين في القاهره، وهيبقى مباراتين فقط خارج القاهره. بس ممكن يبقى الاهلي من المستوى الاول مع الزمالك من المستوى الثاني، معاه مثلا وفاق الصيف او الهلال من المستوى الثالث، هتبقى مجموعه صعبه جدا. وممكن يكون من المستوى الرابع حتى معاهم المريخ، اللي هو شفناه كان العام الماضي، كان لم يكن لقمه سائغه في الاهلي في مباراتهم، كان متقدم 2-0 وضربه جزاء ضائعه، لولا الاهلي تعادل يعني في اللحظات الاخيره من مباراه 2-2، يعني كان المريخ فريق صعب. فانت لما تقول مباراه مجموعه فيها الاهلي والزمالك مثلا وفاق الصيف والمريخ، او الاهلي والزمالك والهلال والمريخ، تبقى مجموعه مصريه سودانيه خالصه، دي هتبقى مجموعه صعبه جدا جدا جدا. بس ممكن في المقابل الزمالك برضه هتبقى دي بالنسبه له مجموعه صعبه، بس ممكن يجي للاهلي مجموعه سهله ويجي للزمالك مجموعه سهله. ازاي؟ ممكن الاهلي ياخد من التصنيف الثاني حورية الغيني مثلا، انا بعتبر انهم من اقل فرق المستوى الثاني. الاهلي ياخد حورية الغيني، وياخد من المستوى الثالث مثلا فريق بيترو اتلتيكو الانجولي، وياخد من المستوى الرابع والاخير فريق جالاكسي البوتسواني، فريق ملوش تاريخ يعني. فبالتالي يبقى دي مجموعه تبقى سهله لو كان فيها طبعا فريق من المستوى الاول اللي هو الاهلي مثلا، هيجي معاه من المستوى الثاني حورية الغيني، ومن المستوى الثالث سطيف او بيترو اتلتيكو، ومن المستوى الرابع يكون معاه فجرادا او جالاكسي، هتبقى مجموعه سهله للاهلي. صحيح. الزمالك اسهل مجموعاته انه يقع من المستوى الاول مع الرجاء، من وجهه نظري الرجاء اقل فرق المستوى الاول. يعني الاهلي والوداد اقل من الوداد، اقل من الوداد في الوقت الحالي دلوقتي، بدليل ان الوداد متصدر الدوري، دول اضعف الفرق، ويكون معاه من المستوى الرابع سجرادا الانجولي او جالاكسي البوتسواني، فدي ممكن تبقى اضعف مجموعه للاهلي. نفس الكلام لو اضعف مجموعه للزمالك، هيبقى الزمالك من المستوى الثاني ياخد معاه الرجاء، وياخد معاه بيترو اتلتيكو، ياخد معاه امازولو او سجرادا، دي هتبقى واضعه في المجموعات للزمالك. يبقى قلنا كده اصعب مجموعه اللي هي فيها يقع الاهلي والزمالك مع بعض، ولو وقع معاهم كمان فريقي السودان او احدهما هتبقى مجموعه صعبه. لكن ان النادي الاهلي يقع بقى مع فرق اللي قلنا المستويات الاقل زي الحريه وزي بيترو تفرق كتير جدا. طبعا تفرق كتير جدا. طيب طبعا. طيب دكتور خليني برضو يعني ما ننساش ان احنا عندنا بطلين تانيين في الكونفدراليه، عندنا